هذه هي المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد لليلة. ترامب يتجاوز معارضة الاتفاق النووي إلى استراتيجية حرب على الدور الإيراني، تهديد بالانسحاب منه وعقوبات قاسية على الحرس الثوري. إيران وروسيا تحذران من أن انسحاب واشنطن نهاية للاتفاق، وروحاني يؤكد التزام طهران به ما دامت مصالحها محفوظة، ويؤكد العزم على توسيع قدراتها الدفاعية. عاصفة مواقف أوروبية مؤيدة للحفاظ على الاتفاق النووي وتلويح بتوجه صوب روسيا والصين وتحذيرات من خسائر اقتصادية كبيرة. مرحبا بكم. تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران كأزمة سياسية داخلية ليعلن استراتيجية حرب على الدور الإيراني في المنطقة والعالم. الجديد قد يكون التركيز على قدرات إيران الصاروخية وربطها بتهديد أمن حلفاء واشنطن. ترامب طلب من وزارة الخزانة والكونغرس دراسة وضع عقوبات جديدة على إيران والحرس الثوري من دون أن ينسحب من الاتفاق النووي. هي الحرب على الدور الإيراني، القوة الصاروخية والدور هدفان رئيسيان. شركاء الاتفاق وآخرهم روسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعلنوا التزامهم الاتفاق. الرئيس الأمريكي رمى الكرة في ملعب الكونغرس ووزارة الخزانة وأجهزة الاستخبارات. طهران وموسكو سجلتا اليوم اتصالات مكثفة ليخرج الكرملين بتهديد ضمني مفاده أن إيران قد تخرج من الاتفاق إذا خرجت منه الولايات المتحدة. فهل يسعى ترامب إلى إرساء معادلات جديدة في المنطقة لمصلحة حلفاء واشنطن، أم أن الهدف النهائي هم حلفاء إيران من الصين إلى روسيا وصولا إلى حزب الله وبقية فصائل المقاومة؟ مشاهدينا، هذا ما سنناقشه في مسائية الليلة. قبل الخوض في تفاصيلها، اسمحوا لنا أن نتجه وإياكم إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق أي عملية عسكرية جنوب كركوك، وأفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية نفذت عملية إعادة انتشار في جنوب غرب كركوك. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول كردي رفيع أن قوات البشمركة نشرت وحدات مدججة بالسلاح داخل مدينة كركوك وحولها استعدادا لأي هجوم محتمل قد تشنه قوات الحشد الشعبية التي تقاتل إلى جانب قوات الحكومة العراقية الاتحادية. ومن جانب آخر، أكدت مصادر الميادين إخلاء قوات البشمركة مقر الفوج الرابع لقواتها قرب تازة جنوب كركوك. أعلنت هيئة الأركان التركية نشر نقاط مراقبة في محافظة إدلب بشمال سوريا في إطار اتفاق عدم التصعيد الذي أبرمته تركيا مع إيران وروسيا. ووفق الهيئة، فإن القوات التركية تؤدي مهماتها في المنطقة وفق قواعد الاشتباك المتفق عليها في أستانا. ويأتي ذلك بعد ساعات على دخول آليات عسكرية تركية باتجاه مناطق جبل الشيخ بركات ودير سمعان غرب حلب. مراسل الميادين قال إن الأرتال التي دخلت من معبر أطم الحدودي برفقة جبهة النصرة تضم نحو 200 آلية. أضاف إنه سيجري إغلاق الطريق المؤدي إلى عفرين وإغلاق نقاط العبور بين ريف إدلب وحلب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري مدعوما بالطائرات الروسية حرر بالكامل ضفاف الفرات غرب دير الزور وشمال غربها. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا أنه جرى القضاء على 2400 مسلح من جبهة النصرة قرب حماة منذ 19 من أيلول سبتمبر الماضي. كما أشارت إلى أن الطائرات الروسية أصابت 993 هدفا لداعش خلال الأسبوع الماضي في دير الزور وحدها. كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المسلحين يهاجمون القوات السورية انطلاقا من المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في التنف. وصلت دفعة من أبناء عشائر دير الزور للمشاركة إلى جانب الجيش السوري في المعارك ضد داعش في مدينة دير الزور وريفها بعد مشاركة فعالة لأبناء هذه العشائر في أكثر من مدينة وجبهة سورية خلال السنوات الماضية.
فازت المرشحة الفرنسية أودري أوزولاي بمنصب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو على منافسها القطري حمد الجواري. ووفق النتائج الرسمية فقد حصلت أوزولاي على 30 صوتا من أصل 58. سيوافق المؤتمر العام للدول الأعضاء في المنظمة على هذه النتيجة بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة وعودة من جديد إلى ملف المسائي الوحيد لهذه الليلة مع رامية. إليك. شكرا لك فتون. إذن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتماده استراتيجية جديدة للتصدي لما سماها أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تبدأ بفرض عقوبات قاسية على الحرس الثوري الإيراني. وفي كلمة له شدد ترامب على أن قرار أمريكا بفرض عقوبات خارج الاتفاق النووي يستهدف برنامج الصواريخ الإيرانية. أعلن استراتيجية جديدة للتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. قررنا في الإدارة الأمريكية عقوبات خارج إطار الاتفاق النووي تستهدف برنامج الصواريخ الإيراني. سنعالج نشر إيران الأسلحة والصواريخ وسنمنعها من تمويل الإرهاب. إن استراتيجيتنا الجديدة تبدأ بفرض عقوبات قاسية على الحرس الثوري الإيراني. الحرس مول الإرهاب وسلح الدكتاتور السوري وزود مجموعات بالصواريخ وخطط لتفجير في واشنطن. ترامب شدد على أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية، واصفا إياها بالرعاية للإرهاب، موضحا أنه في حال عدم التوصل إلى حل لمعالجة ما سماها العيوب في الاتفاق النووي مع الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة، فإن أمريكا ستتخلى عن الاتفاق. إذا لم نتوصل إلى حل من خلال العمل مع الكونغرس والحلفاء فإننا سننهي الاتفاق النووي. مشاركتنا يمكن أن ألغيها كرئيس للولايات المتحدة في أي وقت. نحن مصممون على أن الدولة الأولى الراعية للإرهاب لن تحصل على أسلحة نووية. وصف الاتفاق النووي بأنه أسوأ اتفاق توقعه أمريكا، ورأى أن بلاده دفعت مالا قبل التأكد من التزام إيران به. وأضاف ترامب أن طهران لم تلتزم روح الاتفاق. الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 هو أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة. إن أسوأ ما في الاتفاق أننا دفعنا أموالا قبل إتمامه وقبل التأكد من التزام إيران به. الاتفاق منح إيران شريان حياة اقتصاديا وسياسيا بعد تلقيها أموالا طائلة في وقت خرق فيه النظام الإيراني الاتفاق النووي لمرات عديدة. الاتفاق النووي كان يجب أن يؤدي إلى سلام إقليمي وعالمي، إلا أن إيران تستمر في تأجيج الصراعات في الشرق الأوسط. للنقاش معنا من طهران المستشار في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران سيد محمد علي مهتدي، معنا من فلوريدا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط للديمقراطية سيد توم حرب، ومن لندن خبير استراتيجي وناشر مجلة فيرست ماجازين الدكتور ماركوس بابا دوبلوس. أهلا بكم جميعا، واسمحوا لي أن أبدأ من فلوريدا معك سيد توم حرب. من استمع سيد حرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المقدمة التي سبقت إعلانه لهذه الاستراتيجية الجديدة كان يظن بأنه إعلان حرب. الرجل لم يخرج من الاتفاق النووي، لم يصنف الحرس الثوري إرهابي، وجاء بكلام أقل بكثير مما تم التحشيد إليه قبلا. لماذا برأيكم؟ أنا بتصور الرئيس ترامب إنسان واقعي وحط الأصبع على الجرح ما يعاني منه المجتمع العربي والدول العربية وما تعاني منه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل من إيران وتشعبها في مناطق عديدة حسب ما تكلم عنها. وإنما أنا أتصور أنه حقق ثلاث أهداف رئيسية بالاستراتيجية اللي وضعها. أول شيء لأنه الاتفاقية هي اتفاقية أحادية بالنسبة للأمريكان، يعني ممضية من رئيس الجمهورية وليست من قبل الكونغرس الأمريكي، يعني ملغى الاتفاقية ولكن جمد الاتفاقية، سحب الثقة من الاتفاقية تيوقف الأموال الخزانة الأمريكية عم بتصرفها لإيران حسب الاتفاقية هلأ جمدها. تاني شيء عطى المسؤولية للمشرعين في الولايات المتحدة الكونغرس الأمريكي لإعادة النظر بهالاتفاقية وهن مسؤولين عن الأمة ككل في الولايات المتحدة.
ومن ضمنها انه هو كمان كان هذا من برنامجه الانتخابي، وعد الشعب الامريكي باعادة النظر اما الغاء الاتفاقية. حمل المسؤولية للكونغرس، واذا الكونغرس ما رح يرجع باي تعديلات، اما ما بيقدر يتوصل الكونغرس لحل جذري واخذ تمرير مشروع بالنسبة للاتفاقية، عنده صلاحيات الرئيس انه يلغي هالاتفاقية. النقطة الثانية بالنسبة للدول المضي على الاتفاق، حطهم قدام مسؤولية لإعادة النظر بهيك اتفاقية، وإذا قرروا هالدول يبقوا مع إيران فلتكن، وإذا قرروا يشتغلوا مع الإدارة الأمريكية لإعادة النظر بهالملف كذلك منيح. أما بالنسبة لإيران، قالها أنه مش ممكن تقدري تمتلكي الأسلحة النووية، ومش ممكن تقدري تصنعي الصواريخ البلسطينية. يعني ثلاث نقاط حددوا للمجتمع الدولي ولا إيران ولا المجتمع الأمريكي، وكان واضح فيهم، وهلأ بنشوف من اليوم الطالع ما هي نتائج هذه الاستراتيجية الجديدة. نقاط مثيرة طرحتها سيد حرب وهي جديرة بالنقاش، لا ندري إذا كان بالفعل دونالد ترامب لا يريد أم لا يستطيع بالفعل الخروج من الاتفاق النووي، أو هل خلاصة تقول بأنه لا يستطيع، وذلك ما جاء على لسان موغريني التي يعني ردت على خطاب ترامب قبل أن نسمع كلام من الرئيس الإيراني. هذا الكلام أحيله إليك دكتور ماركوس، إلى أي حد ما الكلمة التي ذكرها ترامب بأنه الأمر منسق مع الحلفاء ردت عليه موغريني بأنه البقاء بالاتفاق النووي هو ملتزم فيه الاتحاد الأوروبي، وهو ليس اتفاق طرف وليس اتفاق ثنائي؟ مصطلح الحلفاء كيف تتفهمه أو يصلك دكتور ماركوس الذي جاء في خطاب ترامب؟ هو لا يستطيع الخروج من الاتفاق، صحيح؟ لو سمحت لي أريد أيضا أن أحدد نقاط. دونالد ترامب لديه كراهية كبيرة تجاه كل شيء يتعلق بإيران، وهذا العداء من قبل ترامب تجاه إيران عداء يزداد، وذلك بسبب علاقته التجارية وأيضا الشخصية مع إسرائيل والسعودية، وكلا البلدين السعودية وإسرائيل أو هذه العلاقات بين ترامب وهذه الدول علاقات قديمة. المشكلة بالنسبة لترامب أنه وبالرغم من أنه يكره إيران كل هذه الكراهية، إيران في عام 2017 هي إيران تختلف عما كانت عليه منذ 20 أو 30 عام، وأنا أعتبر أن السيد ترامب هو الذي يشكل التهديد الأكبر للأمن القومي الإيراني منذ عهد رونالد ريغان. ولكن إيران التي واجهها رونالد ريغان في الثمانينات، هذه إيران تغيرت الآن. إيران قد تطورت بشكل كبير فيما يتعلق بقوة إيران عسكريا واقتصاديا، ولكن أيضا سياسيا. إيران اليوم في عام 2017 لديها علاقة استراتيجية وثيقة مع روسيا، كذلك إيران لديها علاقات بناءة مع الاتحاد الأوروبي وخاصة مع الأعضاء فرنسا وألمانيا. بالنسبة للسيد ترامب، على الرغم من أنه يريد أن يرى الإطاحة بالحكومة الإيرانية، هناك قيود قوية مفروضة على ترامب. أولا، حتى داخل إدارة ترامب هناك مسؤولون كبار يعتقدون ويؤمنون بأن إيران تلتزم بالاتفاق النووي، على سبيل المثال ريكس تيلرسون وزير خارجيته، وأيضا جيمس ماتس وزير دفاعه. ولكن بنفس الوقت دونالد ترامب يواجه معارضة من قبل بعض أهم أصدقاء وحلفاء أمريكا في العالم، الاتحاد الأوروبي وأيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا. الاتحاد الأوروبي، لندن وبرلين وباريس، كل هذه الأطراف قالت بشكل واضح أن إيران تلتزم بشروط الاتفاق. وبالتالي السيد ترامب في حال انسحب من الاتفاق، ونحن نعرف أنه لن يقدم على ذلك، ولا أعتقد أن الكونغرس حتى سيسمع بذلك، ولكن لو حصل ذلك هذا يعني بأن أمريكا ستكون أمام رأي عالمي مضاد، بما في ذلك رأي مضاد من قبل بعض أهم الحلفاء. ولكن هناك نقطة أخرى كذلك، ليس من مصلحة أمريكا أن تنخرط بأي نزاع عسكري مع إيران. نحن نعرف
أنه في حال وقعت حرب بين إيران وأمريكا، أمريكا نعم ستنتصر، ولكن بأي ثمن؟ كم ضحية أمريكية؟ وأيضا التكلفة الاقتصادية والثمن الاقتصادي لأمريكا. يعني الآن نحن وصلنا لمرحلة أكثر وضوحا. المشكلة ليست في الاتفاق النووي، ولا حتى طرحها دونالد ترامب في الأولوية عندما تحدث في خطابه اليوم، كانت جاءت نقطة لاحقة. المشكلة في إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول دونالد ترامب أن يحشد الرؤى الأخرى بالنظرة لتكون متسقة متوائمة مع نظرته للدور والمكانة لإيران. هذه النقطة أحيلها إليك سيد محمد علي مهتدي. المشكلة الآن هي مشكلة مواجهة مع إيران، هذا خلاصة ما يقوله دونالد ترامب. كيف تتلقى طهران ذلك ودور إيران؟ كيف تتلقى طهران ذلك ومن روحية ما قاله السيد حسن روحاني قبل قليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل كما تفضلت، يعني تحدثوا منذ أسبوع عن الهدوء قبل العاصفة، والعالم انتظر العاصفة كيف ستكون هذه العاصفة، وشغلوا كل العالم، ملايين من العالم وشبكات التلفزة بأن سيكون هناك عاصفة. فالليلة ما سمعنا من الرئيس دونالد ترامب لم تكن عاصفة بل زوبعة في الفنجان، تكرار ما كنا نسمع منه ومن مسؤولين أمريكيين من أكاذيب واتهامات لا أساس لها من الصحة أبدا. وتبين أن ليس هناك أي استراتيجية جديدة، فترامب لا يمكن له أن يخرج من الاتفاقية النووية، ولا يمكن له أن يشن حربا على إيران. ليس بمقدور أمريكا شن حرب على إيران، خصوصا بعدما سمع من المسؤولين العسكريين والسياسيين من إيران. فأعتقد أن كل ما جرى خلال الأسبوع الفائت لم يكن أكثر من بالون اختبار حتى يعرفوا ويفهموا رد الفعل الإيراني تجاه أي قرار ممكن أن يتخذ الرئيس الأمريكي. وتبين أن هناك مواقف صلبة ولا يمكن التنازل عن أي شيء إيرانيا، فاكتفى بكيل مجموعة اتهامات وأكاذيب لا أساس له من الصحة. أعتقد ليس هناك أي خيارات لدى ترامب. تحدث عن عقوبات جديدة ضد إيران، يعني نحن في إيران اختبرنا طيلة 40 سنة كل العقوبات، وأمريكا قامت بكل ما يمكن أن تقوم به ضد إيران وضد المقاومة، واليوم إيران أقوى من أي وقت مضى، ومحور المقاومة في المنطقة محور مقاوم جدا، لا يمكن لأي جيش في العالم أن يهزم هذا المحور. وفي إيران ليس هناك أي قلق، وأظن أن الرئيس روحاني كان على أتم الاستعداد أن يرد على كل الأكاذيب والاتهامات. طيب سيد محمد علي مهتدي، طالما ذكرت الرئيس حسن الرئيس الأمريكي الليلة، طالما ذكرت الرئيس حسن روحاني، ما رأيك وأيضا بالنسبة لضيفينا ومشاهدينا أن نعرض أيضا لما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي رد سريعا على كلام ترامب ووصفه بالكذب وبأنه وجه اتهامات كاذبة إلى الشعب الإيراني. روحاني في خطاب تلفزيوني ذكر ترامب بمساعي الحكومة الإيرانية لإسقاط الثورة الإسلامية في إيران، وشدد على أن الحكومة الأمريكية وشدد على أن الاتفاق النووي بات أكثر قوة مما يظن ترامب، وخاصة بعد وقوف الدول الكبرى في العالم في وجه إرادة ترامب حيال الاتفاق النووي، ما جعل واشنطن في حالة أكثر انعزالا، كما أكد الرئيس الإيراني على دعم شعب بلاده للحرس الثوري الذي وقف إلى جانب الشعوب المظلومة في المنطقة.
الخارجية الإيرانية اتهمت الولايات المتحدة بعدم احترام روح الاتفاق النووي، وفي بيان لها أكدت بأن أي خطوة ضد القوات المسلحة الإيرانية بما فيها الحرس الثوري ستواجه برد قوي ومناسب. البيان جدد التأكيد أن القوة الصاروخية الإيرانية دفاعية وردعية، وأنها أدت دورا مؤثرا في حفظ الاستقرار الإقليمي. بيان الخارجية أكد أن أولوية إيران هي محاربة داعش والمجموعات الإرهابية، فيما اتهم واشنطن بدعم هذه المجموعات وإسرائيل والأنظمة القمعية. الخارجية الإيرانية وصفت أصدقاء أمريكا وحلفائها في المنطقة بأنهم مؤسسو الإرهاب الدولي وداعموه الأساسي. موسكو على لسان نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف أعربت عن خيبتها من خطاب ترامب ودعت إلى الحفاظ على الاتفاق. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كان قد لمح إلى أن طهران ستحذو حذو واشنطن إذا خرجت الأخيرة من الاتفاق النووي. وأضاف أن ذلك يعني إحداث ضرر في مناخ الأمن وعدم انتشار السلاح النووي في العالم. بيسكوف أكد أن روسيا ستستمر في موقفها الرامي إلى توفير حل للمشكلة ولتسوية الملف النووي. نتابع أيضا في ردود الفعل الدولية المباشرة على خطاب ترامب، حيث أعلنت باريس وبرلين ولندن في بيان مشترك أنها لا تزال ملتزمة لاتفاق النووي الإيراني. وجاء ذلك في بيان مشترك لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد دعا الزعماء الثلاثة إلى تطبيق الاتفاق، كما أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا بنظيره الإيراني حسن روحاني. مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أكدت أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، لأنه ليس اتفاقا ثنائيا بل يندرج ضمن قرار دولي. المجتمع الدولي ومعه الاتحاد الأوروبي أشار بوضوح إلى أن الاتفاق قائم وسيظل قائما. الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه الكامل لاتفاق إيران النووي ولتطبيق بنوده على نحو كامل ودقيق من جميع الأطراف. الاتحاد الأوروبي مع المجتمع الدولي ملتزمان بحماية هذا الاتفاق لمصلحة الجميع بما فيهم الشعب الإيراني. غوريني قالت أنها تواصلت مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بعد كلمات ترامب، وجددت التأكيد على أنه لا حق ولا يحق لأي دولة بإلغاء الاتفاق النووي. إنه ليس اتفاقا ثنائيا ولا يتعلق بدولة واحدة فقط، ولا يحق لأي دولة إنهاؤه. إنه اتفاق متعدد الأطراف جرى إقراره بالإجماع عبر قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231 التابع للأمم المتحدة. نعود إليك سيد حرب، إلى أي حد بالفعل هذا البيان الذي شهدناه للدول الأوروبية الثلاثة هو يأتي تجسيدا بالفعل لما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنه الكل يقف مع الاتفاق النووي في ضد الرؤية الأمريكية، هو أكثر متانة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر انعزالا، هذه السابقة. هلا بالنسبة لموقف إيران وموقف الدول الأوروبية كل واحد عنده نوعية خصوصية لموقف. بالنسبة لإيران، خايف إيران أنه إذا الولايات المتحدة بتنسحب من الاتفاق ينهار الاتفاق، فلذلك الأمر هي ستعزل. اليوم في بنعرف مثلا إيران عدو بالمنظمة الإسلامية الدول الإسلامية، وآخر مؤتمر عقدوه بتصور بطهران بالتسعينات كان 57 دولة اجوا تمثلوا هونيك. اليوم يا هل ترى ايران فيها تدعي لانعقاد مؤتمر منظمة الدول الإسلامية بطهران وبيجي أكثر من دولتين ثلاثة؟ يعني اللي عم بينعزل اليوم هو إيران وليس الدول العربية والإسلامية، الدول العربية سيد حرب لا اسمح لي فقط أنا أسألك عن المواقف التي خرجت للدول الأعضاء وتحديدا لما قالته موغريني، لا تدعو لمؤتمر إيران هذا موضوع آخر، نحن الاتفاق النووي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من دول وقفت في وجهها ورفضت، وهذه سابقا تحدث عن دول غربية. تفضل رح جاوبك عن المفوضية الأوروبية وموقفها. إذا الدول الأوروبية بيعرفوا ومطلعين على القانون الأمريكاني كان مفروض قبل ما يمضوا الاتفاق يدعو الرئيس الأمريكي أوباما بذلك الفترة لأخذ موافقة الكونغرس الأمريكي، لأنه أي قانون دولي يعقد مع الولايات المتحدة يجب تمريره وموافقة الكونغرس الأمريكي عليه فيصفي معاهدة،
وإذا ما عمل هيك الرئيس معناتها بيكون أحادي من الجانب الأمريكي وقرار رئاسي ويلغى مع الرئيس الجديد. بقى تسمح لنا المفوضية الأوروبية وتطلع على القانون الأمريكي وشو المعاهدات بالنسبة الدولية بالنسبة للقانون الأمريكي. أما الدول الأوروبية ككل أجمعين، لأنه كلهم عندهم المصالح اليوم مع إيران بما فيهم فرنسا وشركة توتال على سبيل المثال عندها 5 مليارات دولار عقد، وبقية الدول ألمانيا وروسيا وهالدول هو. بقى كلهم متخوفين على العقود التجارية. هلأ عندهم وجهتين نظر، يا بيضلوا بالاتفاق مثل ما هم بدهم، اما يرجعوا يلتزموا مع الرئيس ترامب اعاده النظر بالاتفاق لامن الدول العربيه ودول الجوار. ومثل ما شفنا ملك السعوديه راح على روسيا الاسبوع الماضي وعمل اتفاقات تجاريه وعسكريه، وطبعا بحثوا موضوع ايران وموضوع سوريا وملفات استراتيجيه مهمه. هلا إذا روسيا مش مقتنعة ترجع تدخل على المجتمع العربي وعلى الدول العربية، ما كانت عقدت هيك اتفاق، والعكس بالعكس بالنسبة كمان للسعودية، لو ما شافت في ضوء أمل مع روسيا تعزل إيران وتواجه إيران بالاتفاق النووي ما كانت عملت كمان هالاتفاق. نعم. هيك الهزة. طيب، ولكن يعني لا أدري إذا كنا نتحدث عن إلزام الأعضاء الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي بالقانون الداخلي أو بالقانون الأمريكي، يعني نتحدث عن اتفاق تم المصادقة عليه في مجلس الأمن الدولي، يتحدث عن قوى يعني عظمى أو دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. نحن نتحدث عن بيان لثلاثة دول، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا. ماكرون مباشرة تحدث مع الرئيس الإيراني، كلها معطيات تبدو سابقة بالتعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هكذا اتفاق، أليس كذلك دكتور ماركوس؟ كيف تفهم هذه الحركة؟ أولا، بحسب فهمي، في حال أمريكا أرادت أن تنسحب من الاتفاق مع إيران قانونيا يمكن أن تقوم أمريكا بذلك. أنا أتوقع بأن الاتحاد الأوروبي يقول شيء آخر، وذلك كي يحاول أن يسلط الضوء على أمريكا. الاتحاد الأوروبي يحاول ربما أن يضغط على أمريكا من أجل عدم وضع هذا الاتفاق بالخطر، ولكن المفارقة بعداء ترامب تجاه إيران وأيضا عداء ترامب تجاه الاتفاق، المفارقة هي أن الاتحاد الأوروبي وروسيا نرى هذه الأطراف الآن في نفس المعسكر. نحن نعرف ذلك منذ أن تولى ترامب منصب الرئاسة. العلاقات بين واشنطن وبروكسل أصبحت علاقات متوترة، وأعتقد أن هناك المزيد من التوتر بالعلاقات الأمريكية الأوروبية. والمفارقة هي أن روسيا والاتحاد الأوروبي الآن هناك علاقات وطيدة أكثر بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بإيران. وهذه النقاط أحولها أو أحولها إليك سيد محمد علي مهتدي. أنت قلت بما معناه بأنه ترامب هو رئيس الخطاب الحربي الإنشائي إنجاز التعبير، لكن بالنهاية في استراتيجية موجهة تجاه إيران، كيف ستتعامل معها انطلاقا مع الأطراف الأخرى التي لا تشاطر الولايات المتحدة الأمريكية هذه الرؤية؟ الاتحاد الأوروبي، الصين، روسيا. طبعا يعني كما ركز الجميع أن هذه الاتفاقية ليست اتفاقية ثنائية بين إيران وأمريكا، اتفاقية دولية بمشاركة 5+1، يعني 5 دول دائم العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا. وهذه الاتفاقية مصدقة عليها في مجلس الأمن الدولي. فلنفترض إذا السيد ترامب أرادت إلغاء هذه الاتفاقية أو الخروج من هذه الاتفاقية، معناته عزل أمريكا، يعني أمريكا ستكون معزولة عالميا، لأنه من مصلحة الصين وروسيا والدول الأوروبية استمرار هذه الاتفاقية والتعامل مع إيران، خصوصا أن هناك يعني استثمارات أوروبية ضخمة في إيران، هناك شركات كبيرة حتى شركات أمريكية تنتظر الدخول في الأسواق الإيرانية. بالإضافة إلى هذا، فإن سياسة أمريكا في منطقة الشرق الأوسط تزعج الأوروبيين،
لأن أوروبا تتضرر وتتأثر بما يجري في الشرق الأوسط، كلنا نعلم، والرئيس ترامب اعترف شخصيا بأن إدارة أوباما هي التي خلقت داعش والتيارات التكفيرية. فأوروبا تتضرر بنقل الإرهاب التكفيري من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وبموجة المهجرين من هذه الدول. فأوروبا من صالحها أن تكون الشرق الأوسط يعني مستقرة وحل الأزمات في الشرق الأوسط، في حين أنه أمريكا هي التي خلقت هذه الأزمات وهي التي تمنع الحل هذه الأزمات. فإذا من مصلحة أوروبا ومن مصلحة كل الدول أن تكون ضد إجراءات ترامب وضد المواقف التي سمعنا من ترامب. المسألة ليست مسألة تعاطف بقدر ما هي مسألة الأمن ومسألة القضايا والمصالح الاقتصادية. نعم، بكل الأحوال سنبحث في تداعيات هذه الاستراتيجية، الأطراف التي يمكن أن تنقسم في مقابل بعضها إذا ما بالفعل هذه الاستراتيجية يعني أخذت مسارا، وما الذي قد يجعلها تمضي فعلا قدما على من يتم التعويل فيها. أطلب منكم ضيوفنا رجاء أن تبقوا معنا وأيضا مشاهدينا، فاصل قصير ونواصل هذه المسائية. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. توجه الرئيس ترامب نحو الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لا يلقى معارضة من خارج البلاد فقط، بل من الداخل أيضا، معارضة لا تقتصر على الديمقراطيين فقط بل تنسحب كذلك على بعض الجمهوريين. سارة الحاف. أهلا بكم. تتسع دائرة المعارضين داخل الولايات المتحدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من الاتفاق النووي الإيراني. أصوات جمهورية رافضة انضمت إلى تلك الديمقراطية المعارضة عموما لفرض عقوبات جديدة على إيران. فبعض الجمهوريين الذين كانوا معارضين للاتفاق طالبوا ترامب بالحفاظ عليه. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوري قال إنه لا يريد إضافة قضية خلافية أخرى إلى الأنشطة التشريعية المقررة، ولا سيما مع قرب إجراء انتخابات التجديد النصفي. أما أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أيضا جيف فليك، جون ماكين، سوزان كولينز ورانت بول فليسوا متأكدين من أنهم سيصوتون بشأن عقوبات جديدة قد تفرض على طهران إذا علق الاتفاق بحسب صحف أمريكية. زعماء الكونغرس يستعدون لاحتمال الإلقاء بالقرار بشأن مصير الاتفاق على عاتقهم بحلول نهاية الأسبوع بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب على الجمهوريين حشد الأصوات التي يحتاجون إليها لفرض أي عقوبات جديدة، أولا لأن شهيتهم ليست مفتوحة على إلغاء الاتفاق لمصلحة ترامب، لأنه لا دليل مباشرا على خرق الإيرانيين للاتفاق ونظرا إلى الدعم الأوروبي له. أما الديمقراطيون فيثقون بقدرتهم على حشد تأييد كل قوتهم داخل الكونغرس للحفاظ على الاتفاق، حتى أولئك الذين صوتوا ضده أبدوا تأييدهم الحفاظ عليه. وبنظر بعض المعارضين لقرار إلغاء الاتفاق النووي فإن البديل هو التركيز على برنامج إيران البالستي ومواجهة نفوذها في المنطقة عبر الجماعات التي تدعمها وعلى رأسها حزب الله. نعود إلى ضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم من طهران، لندن وفلوريدا، وأبدأ معك سيد توم حرب. انطلاقا من تقرير الزميلة سارة الحاف، لا يبدو أن كل الطبقة السياسية أو في غالبيتها تؤيد الموقف دونالد ترامب، وبالتالي كيف سيتعامل مع المرحلة المقبلة؟ مثل ما قلت أول شيء بتصور الموقف اللي أخده موقف ممتاز للنقاط التالية. أول شيء اللي بحملته الانتخابية داعي لإعادة النظر بالاتفاق، أما إلغاء الاتفاق وتحميل المسؤولية على الكونغرس. إذا الكونغرس اليوم بده يتحمل المسؤولية وياخذ القرار ويعدل فيه، أما يتركه مثل ما بده يتركه فلتكن. يعني نحن هون بلدان ديمقراطية وهم شاطرين، يعني السياسيين بالحملة الانتخابية بيحكوا شيء وبس يوصلوا على القرار بغيروا آرائهم. بقى نحن بنتوجه للرأي للأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ، اليوم حطن الرئيس ترامب على المحك
وياخذوا القرار اللي بلاقوه مناسب للامه الامريكيه. هذه اول نقطه. اما انه اعضاء بالاداره ضد الرئيس، لا، في وجهات نظر متعدده عند الرئيس، والرئيس هو اللي جاب وزير الدفاع وهو اللي عين وزير الخارجيه والاداره ككل، بقى بيحب عده نظريات تقدر ياخذ القرار المناسب للشعب الامريكي اولا، وثاني شيء لدول الحلفاء في دول العالم مثل ما عمل بهال. ولكن سيد حرب، يعني القراءه ايضا الاخرى تقول بانه دونالد ترامب تهرب من مسؤوليه القرار السياسي بالخروج من الاتفاق النووي، حول الامر للكونغرس لمناقشه الخروج او الانسحاب، حتى لم يطلب منه اعاده العقوبات حتى على ايران. المشكلة الآن الذي وضعها حتى في الترتيب أنه وضع إيران نفوذها، دورها، أذرعها، منظومة الصواريخ البالستية، وشدد كثيرا عليها، ومن ثم الاتفاق النووي، وكأنه اعترف بأن الاتفاق النووي الإيراني لا يشكل الخطر على الأمن القومي الأمريكي، وإنما يتحدث عن أمور أخرى لها علاقة بتهديد أمن الحلفاء في المنطقة. ما رأيك أن ننقل هذه النقطة للدكتور ماركوس؟ على ماذا يعول برأيك دونالد ترامب؟ على من؟ لدعم رؤيته وتصوره حول إيران لتطبيق استراتيجيته الجديدة، بالنظر لمواقف الاتحاد الأوروبي، صين، روسيا، استمعنا إليها، لا يبدو أنها تشاركه النظرة. على من؟ على المملكة العربية السعودية، إسرائيل في المنطقة؟ أعتقد أنه يعول على نفسه، وأعتقد أنه يعول على إسرائيل والسعودية. أنا أختلف مع ما قاله الضيف السابق. السيد ترامب ليس رجل دولة. السيد ترامب لا يفهم كيف تعمل الحكومات، وأيضا هو لا يفهم كيف تعمل الديمقراطية، وبالواقع لديه كراهية. هو يكره الديمقراطية وهو يكره الحكومات. وأنا أعتقد بأنه، وعلى الرغم من هذا الخطاب السيء جدا اليوم، حيث اتهم إيران بأمور تقوم بها أمريكا بالواقع في العالم، ولكن رغم هذا الخطاب هو لم يقوم بسحب أمريكا من الاتفاق. يجب أن نطرح سؤال عن أنفسنا، لماذا؟ وأنا أقول أنه على الرغم من هذه الكراهية وهذا العداء تجاه إيران، ترامب يعرف في أعماقه أنه لا وجود لأي أدلة يمكن أن يقدمها من أجل دعم ما يقوله أو ما يدعيه. هو يعرف أنه من خلال إحالة الملف إلى الكونغرس يمكن للكونغرس أن يناقش الموضوع ويصوت، ولكن هو يعرف أن الكونغرس سيصل إلى نفس الاستنتاج. وأعتقد أن السيد ترامب يحاول أن يرضي جمهور معين داخل أمريكا، وأعتقد هنا نتحدث عن المؤسسة العسكرية، صناعة الأسلحة، وأيضا المجتمع الاستخباراتي في أمريكا. وأعتقد كذلك يجب أن نوضح هذه النقطة، أي أن أمريكا على الرغم من أنها لن تنسحب من الاتفاق النووي، هذا لا يعني أن أمريكا ستتوقف عن تهديد إيران. ترامب وأيضا البقية، هذه الأطراف تريد لإيران أن تعود إلى أيام الشاه، حيث كانت إيران تعتمد على أمريكا وكانت جزء أو دولة وكيلة تابعة لأمريكا. ولكن أنا لا أعتقد أن ترامب سيحاول أن يحقق ذلك من خلال العمل العسكري. أعتقد أن ترامب سيستخدم عقوبات اقتصادية قاسية جدا على أمل انهيار الاقتصاد، ما يؤدي إلى ثورة ضد الحكومة الإيرانية. وأعتقد أن الأمريكيين أيضا سيسعون إلى دعم الجهات الإرهابية العديدة التي تنشط داخل إيران، وبالتالي أمريكا نعم ستبقى جزء طرف بالاتفاق النووي، ولكن الهدف العام لأمريكا هدف الإطاحة بالحكومة الإيرانية والمجيء بحكومة موالية للغرب في طهران. هذا الهدف سيبقى موجود إلى أجل غير مسمى. هذه نقطة جديرة بالنقاش، أحيلها إليك سيد محمد علي مهتدي، ما رأيك بها؟ نعم سيد محمد، تسمعني الآن؟ أسمعك، نعم. ما رأيك بالنقطة التي طرحها دكتور ماركوس في الرؤية أو الاستراتيجية التي سينتهجها ترامب؟ هو الأمر مقصود بالداخل الإيراني، عقوبات قاسية تؤثر على الداخل الإيراني، محاولة لتغيير النظام أو إسقاط النظام من الداخل، في الطرح الذي تقدم به.
لا يعني أمريكا منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وأمريكا تحاول أن تؤثر على الشعب الإيراني وتحاول حتى عملية عسكرية، يعني هم الذين شجعوا صدام حسين أنا على شن حرب على إيران استمرت 8 سنين، ودائما كانوا يتآمرون على النظام الإسلامي في إيران ولم يفلحوا أبدا. منذ العام 2005 حتى الآن ونحن نتابع مراكز الأبحاث الأمريكية يقترحون ويبحثون عن كيفية شن حرب على إيران، ودائما يصلون إلى هذه النتيجة أن بإمكانهم ربما الضربة الأولى ولكن لا يمكن أن يتحملوا الرد الفعل الإيراني، والنتيجة سيكون ضد المصالح الأمريكية وربما إنهاء الوجود الصهيوني في هذه المنطقة. إيران دائما في حالة الدفاع عن النفس، يعني نحن لم نعتدي على أي دولة طيلة أكثر من 200 سنة ماضية، ولكن دائما اعتدي علينا على إيران، وإذا الموقف الإيراني والأسلحة الإيرانية محمد علي مرتضي تقول أنه لا نجاعة لمثل هكذا تصور بالنسبة في الجانب الاقتصادي. سأعود إليك لموضوع يعني على من يمكن أن تعول الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار هذه الاستراتيجية هي مواجهة واحتواء لإيران ونفوذها في المنطقة، ولكن نعرض هذا التقرير قبلا، حيث إصرار واشنطن على انسحاب الاتفاق النووي مع إيران يثير موجة من المواقف الأوروبية المنددة بسياسة دونالد ترامب الخارجية وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية كبيرة. حسن يوسف. أول الواصلين إلى طهران بعد الاتفاق النووي كان أكثر المدافعين وربما أشرسهم عنه إنه زيغمار جابرييل وزير الخارجية الألماني ووزير الاقتصاد السابق. جابرييل ذهب إلى التلويح باتجاه الاتحاد الأوروبي صوب روسيا والصين إذا أخلت واشنطن بتعهداتها تجاه الملف الإيراني، وقال المسؤول الألماني إن عدم الموافقة على التزام إيران الاتفاق النووي سيحدث فجوة بين أوروبا والولايات المتحدة. ليس بعيدا عنه غرفة التجارة والصناعة الألمانية حذرت من أن العودة إلى العقوبات ضد إيران ستمثل ضربة للعلاقات التجارية التي انتعشت مجددا بصورة ملحوظة، وهي التي تراهن على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وإيران إلى 5 مليارات يورو خلال 2 و10 مليارات بعد 5 أعوام. لعل هذه العينة تعبر عن الموقف الأوروبي عموما وأولئك الذين وقعوا الاتفاق خصوصا من توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وإن كان للسياسة والهيمنة الأمريكية على القرارات الدولية دور في هذا التوجه الأوروبي، فإن للاقتصاد دورا ربما يتجاوز السياسة بأهميته. في نظرة سريعة على ما جنته أوروبا بعد الاتفاق النووي يتبين أن شركة رينو الفرنسية وقعت عقدا مع إيران لإنتاج 300,000 سيارة سنويا، وأن شركة فولكسفاجن الألمانية اتفقت مع إيران خودرو على بيعها 2 من نماذج سياراتها. أما مجموعة إيرباص فقد اتفقت على توريد 100 طائرة بقيمة 19 مليار دولار. هذا في مجال النقل. أما في قطاع الطاقة الإيراني فقد وقعت شركة توتال الفرنسية بالتعاون مع شركة صينية عقدا ل20 عاما بقيمة 5 مليارات دولار، بينما وقعت رويال داتش شيل الهولندية تفاهما لتقييم 3 من حقول النفط والغاز الإيرانية. وكان من نصيب إني الإيطالية مذكرة تفاهم لدراسات الجدوى المتعلقة بتطوير حقول نفط وغاز في جنوب إيران. كما حصل قطاع الصناعة والإنشاءات والاتصالات الأوروبي على عقود مماثلة في إيران لا تقل قيمتها عن الاتفاقات السالفة. أمام هذا الواقع لا يبدو مستغربا التشدد الأوروبي في وجه مساعي واشنطن التي برفضها الاتفاق النووي تخسر مجالات واسعة من الاستثمارات في اقتصاد صاعد يعد من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث القيمة الحقيقية. نعود لضيوفنا وأعود إليك سيد توم حرب. نحن نتحدث الآن عن فئتين، فئة قوية نتحدث عن روسيا الصين دول غربية، ونتحدث عن فئة أخرى موجودة في المنطقة تشاطر الولايات المتحدة الأمريكية رؤية من إيران، تحدث عن دول الخليج، سمعنا موقف للبحرين الإمارات والمملكة العربية السعودية تؤيد هذه الاستراتيجية الأمريكية وأيضا إسرائيل. هل تعول الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الأطراف ليكون هناك فعالية لاستراتيجيتها المعلنة لاحتواء النفوذ الإيراني كما تقول؟ هل الموقف الامريكي بالنسبه لايران وموقف ترامب شيء،
والدول الأوروبية شيء آخر. يعني الدول الأوروبية بدون غض النظر عن الموقف الإيراني وزعزعة أمن المنطقة من خلال الميليشيات المسلحة التي تدعمهم، وموقف الدول العربية اللي وقف ضد إيران وطلب من الرئيس الأمريكي التدخل وعملوا القمة العربية الأمريكية بالرياض بأيار الماضي، وإنما الدول الأوروبية اليوم مثل ما سمعنا بالريبورت اللي حطيته إنه كلهم عندهم مصالح اقتصادية بمليارات الدولارات، وهذا بالفعل العتلانين هم. ولكن أيه هو أهم اليوم؟ الأمن القومي الدولي أما المصالح الاقتصادية؟ الولايات المتحدة بعد حوادث 11 أيلول اعتبرت إنه المصالح الدولية هو الأمن الدولي، وبعد ذلك يأتي المصالح الاقتصادية. ولكن أوروبا اليوم راح تغض النظر عن شو بده يصير بإيران بعد 10 سنين لما بيكون عندها سلاح نووي وتسابق بالسلاح النووي والصواريخ البالستية في العالم العربي ومحيط البحر الأبيض المتوسط، ومركزين على فترة قصيرة لكل رئيس بالدول الأوروبية وانتخاباته واقتصاده على 4 سنين متتاليين. هذا الفرق اليوم بين رئاسة الولايات المتحدة ورؤساء الدول. ولكن يعني وكأنك تطرح الولايات المتحدة الأمريكية بأنها الدولة الفاضلة، وكأنك توجه اتهامات يعني خطيرة للدول الأوروبية. يعني إذا ما نظرنا لائحة الاتهام الموجهة الآن من الخزانة الأمريكية بعد كلام دونالد ترامب للحرس الثوري بأنه يدعم فيلق القدس حزب الله وحركة حماس، وكأنه اكتشفت الذرة يعني من يوم معلن هذا الكلام. لماذا الآن ولماذا يجب على الدول الغربية أن تنطلق الآن من هذه النظرة الولايات المتحدة الأمريكية؟ اسمح لي أن أحيل هذه النقطة للدكتور ماركوس. دكتور ماركوس، هل من المعقول أن الدول الغربية وتحديدا الأوروبية تعرف تلك الممارسات عن إيران وتغض الطرف عنها لأنها جشعة وترغب فقط في المصالح الاقتصادية؟ ما قاله الضيف الآن كلام غريب وكلام لا معنى له، كلام سخيف وكأنه بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض. أنا أحث الناس الذين يشاهدون هذا الحوار أن يتجاهلوا بشكل كامل ما قاله الضيف للتو. الاتحاد الأوروبي لديه مخاوف شرعية حيال الاتفاق النووي. نعم، لدى الاتحاد الأوروبي استثمارات تجارية في إيران وكذلك في المنطقة بالعموم، ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي لا يريد أي نزاع، أي مواجهة عسكرية مع إيران. السبب أن ذلك لن يؤدي فقط إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ولكن هذا سيمهد إلى أزمة لاجئين جديدة، وأزمة لاجئين نابعة من أزمة أو مواجهة مع إيران في النهاية ستؤثر على الاتحاد الأوروبي. أزمة اللاجئين حاليا التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي، هذه الأزمة تنبع من ليبيا وسوريا. ما الذي قام بزعزعة استقرار سوريا وليبيا؟ الأمريكيون وأيضا الحلفاء أمريكا في المنطقة، تركيا والسعودية وقطر. وهذا الكلام السخيف جدا بأن إيران هي التي تدعم الإرهاب في العالم، كلا. الدول التي تحارب الإرهاب الإسلامي الوهابي، هذه الدول هي روسيا وسوريا وإيران، وبإضافة إلى هذه الأطراف حزب الله. الأمريكيون والأتراك والسعوديون والقطريون، هؤلاء هم المسؤولون عن جماعات مثل داعش والنصرة والجيش السوري الحر، وأيضا الجماعات الوهابية الإسلامية الأخرى التي تقاتل في سوريا. نحن لدينا هذا التهديد، تهديد موجود، تهديد يتمثل بهذا الفكر الوهابي البشع الوحشي من السعودية، وذلك بسبب السياسة الخارجية الأمريكية. بالتالي هذه التهمة التي توجه إلى إيران أن إيران تدعم الإرهاب، هذا من الخيال، من عالم الخيال فقط موجود في عقل دونالد ترامب وداعمي دونالد ترامب. لنوضح هذه النقطة، الإرهابيون يقصرون في سوريا بسبب الحكومة السورية والحكومة الروسية والحكومة الإيرانية وحزب الله. وبصراحة في يوم ما العالم سيكون ممتن لهذه الدول ولحزب الله بعد ما قام به هذه الأطراف في سوريا. ما رأيك بذلك سيد محمد علي مهتدي؟ ونحن الآن أمام معادلات جديدة تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسيها في المنطقة دعما لحلفائها. هذا يفترض أن يوضع استراتيجية مقابلة بالنسبة لإيران، صحيح؟
يعني أعتقد أن كل هذه الضجة المفتعلة نتيجة انتهاء دور داعش في سوريا وفي العراق، فهؤلاء يريدون خلق أزمات جديدة لمنع الاستقرار في المنطقة ولمنع الاستقرار خصوصا في سوريا وفي العراق. هم ينقلون الدواعش إلى آسيا، إلى أفغانستان، إلى الهند، إلى باكستان، وكما رأينا بدأوا بأزمة الكردستان منعا للاستقرار في العراق، وهم يعرفون أن الشرق الأوسط الجديد التي هم يريدون خلقها لا يمكن بوجود محور المقاومة في المنطقة، ومحور المقاومة قوية جدا. مع الأسف الشديد يعني الدول التي تسمى حلفاء لأمريكا ليس لهم أي إمكانية للعمل ضد إيران. نعم سيد حرب، أعطيك المجال بطبيعة الحال لترد، وإلى أي حد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من هذه الاستراتيجية ترسي قواعد اشتباك جديدة ليس فقط مع إيران وإنما مع حلفائها انطلاقا مما قال السيد محمد علي مهتدي، الصين وروسيا؟ أول شيء أنا ما بنزل لمستوى ضيفك من لندن واتهامات الحديث اللي بيحكيه، نحن هون عم نعمل جدال سياسي وواقعي من منظار أمريكي وربما عربي، لأنه نحن من جذور عربية ومن الشرق الأوسط، فلذلك الأمر وجهة نظرنا اليوم أنه بالنسبة للموقف الأمريكي إذا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتروح تعمل تفتيش على المفاعل النووية بإيران لازم تعطيهم خبر قبل بثلاثين نهار إنه هي رايحة، أما إذا بدها إيران بعض أيام تودي لهم أكياس تراب تشوفوا إذا فيها أي نوع نووي، بقى هون السخافة بالموضوع والمضحك والمذهل بنفس الوقت. أما النقطة الثانية اللي تكلم عنها بالذات كان حديث الرئيس روحاني بآخر حديثه منذ قليل قال نحن دولة إسلامية دينية سياسية ونحن باسم وأجل دولة الفقيه، يعني شو معناته وشو معنات كمان الفكر الوهابي اللي بده يتوسع بالعالم العربي، أما الأخوان المسلمين اللي عندهم النظريات المتطرفة مش ناناتهم بيشابهوا بعض بالمبدأ وبالأيديولوجية لوين أخذين العالم العربي؟ نحن مع عالم عربي وإسلامي وشرق أوسطي بدون سلاح نووي بدون أيديولوجيات اضطهاد لبحث مستقبل لأجيال قادمة لأعمال للأجيال القادمة وليس لتنافر سيد حرب فقط يعني لتوضيح نقطة، الرجل لم يتعرض لشخصك وصف كلامك اعتبروا أنه يأتي في إطار غير مقبول أو سخيف، لم يتعرض لك وبالتالي يعني حتى نحفظ حقك وحقه تقول يعني لا تنزل لمستوى، من المهم ان تنقد يعني يكون نقد لمضمون الكلام وليس يعني لا شخصنا، يعني الرجل لم يتحدث عنك. سيد دكتور ماركس اعطيك المجال ايضا للرد، تفضل بشكل سريع لو سمحت. نعم أريد أن أطرح سؤال على الضيف، عندما قال انه يريد ان يرى الشرق الاوسط من دون اسلحه نوويه، هل هذا يتضمن ايضا اسرائيل؟ دكتور سيد حرب بالوقت المناسب طبعا أنا مع كل دول العربية والإسلامية والشرق الأوسطية يكون مبدئيا خالي من أي نزاع ولازم يكون في تفاهم بين هذه الشعوب واحترام أراء الثانيين واحترام أراء الأقليات والأكثريات والأثنيات الموجودة بقى هالدول. طيب الوقت انتهى بالكامل دكتور ماركس أعطيك المجال، الوقت الآن فقط مناسب لإيران بشكل سريع أيضا لو سمحت. طرحت سؤال على الضيف في أمريكا، هل هو أيضا يريد أن يرى إسرائيل وهي تتخلى عن أسلحتها النووية؟ رفض الإجابة على السؤال، وبالتالي أعتقد أنه فعلا يبين أين يقف، هو يريد أن يرى شرق أوسط تحت سيطرة أمريكا وتحت سيطرة أقرب حليفين أمريكا بالمنطقة السعودية وإسرائيل، وصراحة أنا أعتقد أن هذا شيء مقزن ومثير للعار.
طيب أشكرك جزيل الشكر. مع الإشارة أن التاريخ سجل فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي من استخدمت القنابل النووية وعلى المدنيين هيروشيما وناكازاكي. شكرا جزيلا لك دكتور ماركوس بابا دوبلوس، وأنت خبير استراتيجي وناشر في مجلة فيرست ماجازين، كنت معنا عبر الإنترنت من لندن. سيد توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، كنت معنا عبر الإنترنت من فلوريدا. سيد محمد علي مهتدي، وأنت مستشار في مركز دراسات الشرق الأوسط في طهران، كنت معنا مباشرة من العاصمة الإيرانية. مشاهدينا، هذه المسائية انتهت، نذكركم بعناوين ملفها الوحيد. ترامب يتجاوز معارضة الاتفاق النووي إلى استراتيجية حرب على الدور الإيراني، تهديد بالانسحاب منه وعقوبات قاسية على الحرس الثوري. إيران وروسيا تحذران من أن انسحاب واشنطن نهاية للاتفاق، وروحاني يؤكد التزام طهران به ما دامت مصالحها محفوظة، ويؤكد العزم على توسيع قدراتها الدفاعية. عاصفة مواقف أوروبية مؤيدة للحفاظ على الاتفاق النووي، وتلويح بتوجه صوب روسيا والصين، وتحذيرات من خسائر اقتصادية كبيرة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغات الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما للمزيد من الأخبار على رأس الساعة. إلى اللقاء.